السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي هنشرح جزء يعني مقدمة كده خفيفة في النفرولوجي. نبدأ نتكلم بقى عن الكدني، يعني شوية اناتوم عنها، الاستراكشر بتاعها عامل ازاي. نرجع بقى للفيسيولوجي اللي احنا كنا واخدينه في سنة تانية برضه، نبدأ ايه نعمل ريفريش عليه كده ونبدأ نفتكر كل جزء في الرينال كان بيقول ايه والكلام ده كله. هتقول يعني مهم ان انا اسمع الحصة دي قوي واذاكرها وصم والكلام ده كله؟ هقول لك لا، مش مهم قوي، المهم بس ان انت ايه يعني على الاقل تسمعها، مش لازم تذاكر كل حاجة فيها بالتفصيل، يعني اسمعها كده الاول عشان يعني لما نيجي نتكلم بعد كده اجي اقول لك مثلا في حاجه اسمها مظله، في حاجه اسمها كورتكس، عندنا اسمها بيراميدز، في حاجه اسمها كاليسيز والبلفيز والكلام ده كله، اجي اقول اي كلمه تبقى انت ايه فاهم انا بتكلم في ايه والاجزاء والاستراكشر بتاع الايه بتاع الكلى. احنا دلوقتي خلينا نبدا بقى نتكلم عن ايه، عن الكلى. سمي الله بقى كده. اول حاجه قال لك الكلى دي معموله ازاي، بتبقى كده. زمان كان اي حاجه بندرسها يجي يقول لك ده شبه الكدني، كدني شيب. ليه كدني شيب؟ الكدني واخده شكل شبه ايه، شبه حبات الفاصوليا كده، بتبقى ايه، بتبقى متنيه على بعضها كده شويه. بيقول لك شبه ايه، شبه كانك جبت كلينشد فيست، يعني كانك جبت قبضه ايدك كده اهي، ماشي، ادي قبضه ايدك اهي، ورحت جاي مدخلها في بالونه. ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تروح جاي عامله كده، البالونه هتعمل كده، وبالتالي ايدك ايه هتبقى داخله جواها ايه، جواها كده. حلو، فيبدا يتكون عندنا ايه، عندنا دلوقتي اتنين لير، ادي لير وادي لير. اللير اللي بره طبعا اسمها برايتال لير، واللير اللي جوه دي اسمها ايه، اسمها فيزرال لير. وطبعا زي ما انت شايف كده في هنا سبيس، السبيس ده هنتكلم عنه كمان شويه. طب ده دلوقتي بالنسبه للكدني منين، من بره. تعالى بقى يعني لو رحنا جايين ماسكين الكدني ديت ورحنا جايين ايه واخدين فيها قطاع بقى ايه بالعرض كده، لكن دي عامله كده اهيت من جوه بقى. ايه اللي هتلاقيه من جوه؟ قال لك بتتقسم لحاجه اسمها كورتكس وحاجه اسمها مظله. الحته اللي بره دي اسمها كورتكس، الحته اللي جوه دي كلها كده اسمها ايه، اسمها مظله. قال لك الكورتكس اللي بره دي بتبقى محببه وغامقه ولونها ريدش، انما الحته اللي جوه دي بتبقى بيل وفاتحه وسترايتد، يعني ايه، يعني مخططه كده. حلو حلو. الحته اللي جوه دي بتتقسم بقى لايه، بتتقسم لبيراميدز، ده الايه الحته بتاعه المظله دي فيها بيراميدز كده، اوري شكلها دلوقتي فيها بيراميدز كده. وفي نهايه البيراميدز ده الحته الاخيره دي بنسميها ايه، اسم كده اسمه رينال بابيلي، رينال بابيلي، تفهم كل حاجه كمان شويه. المهم الرينال بابيلي مع رينال بابيلي مع رينال بابيلي كل دول بيصبهم في ايه، حاجه اسمها كاليسيز، بس ايه ده واحدة، يعني رينال بابيلي واحدة صبت في واحد، فده هنسميها ايه، هنسميها مينور كاليسيس. حلو، يعني حاجة واحدة، حاجة صغيرة، ماشي، هنسميها ايه، مينور كاليسيس. انما مينور كاليسيس مع مينور كاليسيس مع مينور كاليسيس هتلاقي ايه كذا واحد كده رايحين كلهم رايحين صابين في واحد كبير، الواحد الكبير ده بنسميه ايه، بنسميه ميجور كاليسيس. حلو جميل. طب الميجور كاليسيس دول قالك بيبقوا كام واحده؟ بيبقوا بالظبط اثنين او ايه او ثلاث وحدات. الاثنين او الثلاث وحدات دول بيتجمعوا كده مع بعض ويبداوا يصبوا في حاجه اسمها ايه، الرينال بلفس. والرينال بلفس بقى بيبقى بره هنا كده، ويبدا الرينال بلفس ينزل لك الايه، ينزل لك ايه اليوريتر، وبالتالي البول يبدا ينزل بقى على البلادر والكلام ده كله. حلو حلو. دلوقتي انا اتكلمت عن الرينال بلفس هنا، يبقى انا لازم اتكلم عن حاجه ثانيه مهمه قوي موجوده في الكدني. ادي الكدني اهيت، في هنا شويه استراكشر بتخش للكدني، فبالتالي سمينا الحته دي اسمها ايه، الهايلم. الهايلم بتاع الكدني زيه زي الهايلم بتاع اللانج والكلام ده كله. حلو، فالهايلم بتاع الكدني اللي هي الحته اللي داخل دي بيتقسم عندنا ثلاث حاجات، رينال ارتري ورينال فين، وعندنا البلفيز اللي احنا لسه متكلمين عنه. قال لك كويس، طب لو انت دلوقتي رحت جاي باصص من لمه انتيريور للمه بوستيريور، حلو، يعني انت دلوقتي رحت جاي بص على الكدني كده اهي من قدام، بالمناسبه دي الكدني انهي، دي في الغالب كده الكدني الشمال. حلو، طب ممكن يا عم تبقى الكدني اليمين وانت الفها، طب انا هعرف ازاي افرق؟ قال لك بتفرق عن طريق الهايلم ده. الهايلم ده بيبقى ليه ترتيب، مختصرين في كلمه فاب، الفي اللي هو الفين، الاي الارتري، البي اللي هو البلفس، وده كده من ايه، من انتيريور لبوستيريور. يبقى انت لو لقيت مسكت كدني اهو وجاي تبص اول حاجه لقيتها في وشك هو كان الفين، تتاكد كده وتحلف بالله ان ديت ايه، ان دي كده رايت ايه، رايت كدني، عشان ده ايه الفين هو اول حاجه، وبالتالي الكدني الهايلم بتاعها بيبقى لمه ايه، بيبقى لمه الميديال سايد، بيبقى لمه جوه مش لمه بره طبعا. حلو، احنا عندنا ايه اختصار مهم قوي اللي هو الفاب، بيبقى الفين والارتري والبلفس. تعالى بقى نبدا نتكلم عن حاجه تانية في الكلى وهي اسمها النفرون. ايه بقى النفرون ده؟ قال لك النفرون ده يا معلم هو الوحده الوظيفيه بتاعت الكدني. يعني ايه الوحده الوظيفيه؟ يعني دي الحاجه الاستراكشر المهم اللي في الكدني بيبدا يشتغل ويبدا يعمل عمليه الفلتره والكلام ده كله. قال لك لو باظ او اي حاجه باظت في الكدني بتقدر ترجع؟ قال لك لا، بتبقى اير ريفرسبل للاسف، بتبقى ايه، بتبقى اير ريفرسبل، لان زي ما انت عارف اللي بيبوظ ما بيرجعش في الايه، في الكدني. حلو، كل كدني فيها كام نفرون؟ قال لك يعني حوالي كده ايه، مليون نفرون او مليون و300 الف ايه نفرون. حلو، طب النفرونات دي في منها بيبوظ كل يوم؟ ايوه، ممكن مثلا تتعرض لديهايدريشن جامد ولا حاجه فيبدا يحصل لك ايه، ان النفرونات دي تبدا تموت منك او تبوظ على مدار الايه، على مدار العمر. حتى احنا يعني كشباب برضه هتلاقي عندنا نفرونات ماشي مليون ولا حاجه، هتلاقي في شويه منهم ايه ميتين وبايظين. حلو، قال لك الراجل ممكن يقدر يعيش بكام نفرون؟ ممكن معاك لحد نص مليون
نفرغ بس نص مليون، يعني كميه صغيره خالص. لو قلنا الكيلو الواحده فيها قد ايه، الكيلو الواحده فيها من ايه، من مليون، معاك لحد مليون و300، ممكن الراجل يقدر يعيش بنص مليون بس، او ايه يعني ربع كيلو بس، يقدر يعيش بربع كيلو ايه ويكمل ويعيش معاك لفتره كبيره كمان. تعالى بقى نبدا نتكلم عن النفرون ده بالتفصيل اكتر. النفرون ده بيتقسم عندنا لحاجتين، ايه الحاجتين؟ حاجه اسمها كورباسكل، والحاجه التانيه اسمها ايه، التيوبيولز. حلو، ايه الكورباسكل دي؟ عباره عن انتفاخه كده ماشي، وطالع منها شويه تيوبيولز كده، والتيوبيولز دي ايه بتبقى متعرجه كده زي ما انت ايه، زي ما انت شايف، وهنبدا نتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. المهم اللي انا عايزك تعرف ان النفرون ده بيبقى عباره عن 5 سم. طب هل ال 5 سم كلهم ماشيين في الكورتكس؟ مش قلنا بقى ان الجدن بتتقسم كده، حته بره كورتكس وفي عندنا هنا مظله. طب هل هو النفرون ماشي هنا بس، ولا ماشي هنا شويه وهنا شويه؟ قال لك لا، هنا شويه وهنا شويه. يعني انت لازم تكلمني عن انواع النفرونات. قال لك النفرونات في منها نوعين، نوع شورت ونوع لونج. النوع الشورت ده نوع صغير كده ماشي معظمه فين، في الكورتكس، او ماشي في الكورتكس بس. انما النوع اللونج لا، ده بيبقى ماشي في الكورتكس وبيبدا ينزل منه حاجه كده اسمها لوبو فينل. لوبو فينل ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في المضاد. تعالى بوريك الاشكال تعالى دي. بكلمك اول حاجه عن ايه الكليات. ده لما احنا خدنا فيها قطاع عرضي، الحته اللي بره ديت اسمها ايه، اسمها كورتكس، واللي جوه دي كلها اسمها ايه، اسمها مضله. حلو، وبيبقى فيه هنا بابيلي، اهي الحته اللي جوه دي كده اسمها ايه، اسمها بابيلي. بابيلي مع بابيلي مع بابيلي ده بيفتحوا في كاليسيس. الكاليسيس في منها ماينور كاليسيس، ماينور كاليسيس دول كلهم يتجمعوا في 2 او 3 بس ميجور كاليس، او هم الكبار دول. بص هم هنا 3، ادي 1 2 3، يبقى دول الثلاثه ميجور ايه، كاليس. الثلاثه دول بيتجمعوا كلهم ويروحوا للبلفيس، وبعدين البلفيس ده يبدا يودي البول للايه، لليوريتر. ماشي زي ما انت شايف اهو. ومن اللي قدامنا ده، ده النفرون اهو. النفرون بيتكون من حاجه اسمها ديستال كومبليت تيبيول وبروكسيمال كومبليت تيبيول ولوبو فينل والكلام ده كله هنبدا ناخدها كمان شويه. المهم ان هو بيبقى ايه، قلت لك ان هو بيتكون من حاجه اسمها كورباسكل وشويه تيبيولز. ادي الكورباسكل اهي، هي بتبقى الانتفاخه دي، والانتفاخه دي تبدا يطلع منها شويه تيبيولز، والتيبيولز دي بتبدا تاخد اشكال وبتبقى كونفليوتد على بعضها كده زي ما انت شايف، بتبقى ملتويه وايه ولفه حوالين بعضها كده، تحس ان هي عامله شبه عقده كده على بعضها. طب ليه؟ ليه بتبقى عامله عقده كده؟ اول حاجه عشان تزود السيرفيس اريا زي ما انت شايف. تاني حاجه هاجي اقول لك ان التيوبولز دي ليها وظيفه مهمه قوي، ان انت دلوقتي بتفلتر الدم. الدم ده فيه شويه مكونات، فيه ميه وفيه شويه املاح وفيه كالسيوم وايه وحاجات كتير كده. الحاجات ديت الجسم ما هوش عايز يرميها كلها في البول، عايز يمتص منهم شويه، عايز يرمي منهم شويه، على حسب الجسم عايز يعمل ايه. فالتيوبولز دي هي اللي هتعمل الوظيفه دي، فكنا لازم نزود السيرفيس اريا عشان نعمل حاجه اسمها سيلكتيف ايه، سيلكتيف فلتريشن. ماشي، يعني احنا دلوقتي هنبدا نعمل ايه، هنبدا نعمل حاجه اسمها سيلكتيف فلتريشن. ايه بقى هو السيلكتيف فلتريشن؟ انت دلوقتي هترمي الصوديوم، هتاخد البوتاسيوم، ايه هترمي شويه املاح، هتاخد شويه املاح، الموضوع بيبقى ماشي كده. حلو، ده الايه، النفرون اهوت زي ما انا كنت قايل لك. الحته اللي فوق ديت هي الكورتكس، الحته اللي تحت اللي هي الغامقه دي ديت المظله، بس هو المفروض ايه العكس، المظله هي المفروض هي اللي تبقى فاتحه والكورتكس هو اللي بيبقى غامق زي ما قلت لك وبيبقى ريدش. ماشي، عندنا اول حاجه ادي الكورباسكل اهيت، الكورباسكل يبدا يطلع منها تيوبولز، والتيوبولز دي بيبقى في حاجه هنا اسمها ايه، اسمها لوبو فينل. ادي اللوبو فينل اهوت، واللوبو فينل ده بيبقى الحته اللي فوق منه بتبقى تخينه، بتبقى سك، اللي هو الاسندنج، برضه بيبقى في جزء ديسندنج كده نازل وجزء اسندنج، جزء الاسندنج ده في اخره في حته سك كده تخينه. بعدين يبدا يديني ايه، ديستال كومبليت تيوبولز، ثم يبدا يديني حاجه اسمها كولكتنج ايه، كولكتنج ضغط. الكولكتنج ضغط دي هاجي اكلمك عنها في اخر الفيديو ان شاء الله، واقول لك ان هي يعني بص كبيره جدا جدا جدا، هتقول لي طويله قوي ليه بقى؟ لان هي زي ما انت شايف كده بتبدا من اول الكورتكس، اي في حته منها في الكورتكس وفي حته منها جوه المظله، وهي اللي بتنهي فين، هي اللي بتنهي عند البابلي. مش انت ده يعتبر ان هو مثلث كده، المثلث دوت اول راس المثلث هي الايه، الكورتكس، بعديها بيبقى في حته اللي هو البيراميد اللي هي الفين اللي في المظله. المظله كنت قايل لك بتنتهي في حته اسمها ايه، اسمها الرينال البابلي. هو الباشا ده هو بقى اللي بيبقى فاتح في الرينال البابلي، عشان الرينال البابلي دي يطلع منها ايه، يطلع منها البول. فالبول ده يبدا يتحوش فين، في المينور كاليسيس، ومن المينور كاليسيس يطلع للميجور كاليسيس، ومن ثم البلفيس ثم اليوريتر. ماشي، هي بتبقى ايه، بتبقى ماشيه كده. اتكلمنا احنا شويه عن النفرون، تعالى بقى نبدا ايه نقسم اكتر واكتر. زي ما احنا كنا قايلين ان في حاجه اسمها بيراميد، البيراميد ده بيبقى ايه، بيبقى موجود في المظله وفي اخره كده فيه اللي هي الرينال البابيلي وفاتح في المينور كاليس. حلو، في حته بقى يعني الحته اللي تبقى فوق اللي هي بتبقى بره دي كلها بتبقى الايه، الكورتكس. حلو، قال لك بقى يا معلم ايه، تعالى بقى نبدا نديك شويه مصطلحات كده. في حاجه اسمها الرينال لوب والرينال لوب يول، ايه بقى يعني قسمها لي. قال لك الرينال لوب ده اللي هي الحته دي كلها، لو قطشنا ايه مثلث كده، بمعنى اللي هو بيتكون من بيراميد واحد زائد معاه حته الكورتكس اللي هي فوق البيراميد ده اللي هي مرتبطه بيه. يبقى تاني لو رسمناها، ادي الكورتكس كلها، وادي يا عم عندنا البيراميد اهو اللي هي بتاعت المضم. يبقى انا لو رحت جاي واخد قطاع كده، القطاع ده كله ابدا اسميه، اسميه الرينال لوب. يبقى اللوب بيتكون من ايه، من بيراميد زائد حته الكورتكس اللي ماسكه فيه. انما يعني ايه لوبيول؟ قال لك لو جيت قربت على البيراميدز دي هتلاقيها بتتكون من ريز، يعني ايه، يعني زي ما تقول كده اشعه، شويه خطوط
او خطوط كده متقسمه خطوط كده. هتقول لي الخطوط ديت هي ايه؟ يعني لو جيت تبص على الخط ده تحت الميكروسكوب هتلاقي الخط ده يعتبر ايه؟ يعتبر كوليكتنج داكت. عشان انا كنت قايل لك ان الكوليكتنج داكت بتبدا من اول الكورتكس تيجي للبيراميد وتيجي في الاخر هي اللي تفتح في الرينا البابيلي وثم تنتهي فين؟ تنتهي في المينور كاليس. حلو، يبقى دي عندنا الريز دي. ايه بقى اللوبيول؟ اللوبيول بيقول لك ان انت تاخد الري واحد، ري واحد اهوت مع حته الكورتكس بتاعته. يبقى تاني ادي عندنا البيراميد وادي عندنا حته الكورتكس بتاعته، لو خدتها كلها على بعضها كده اسمها لوب. انما ادي متقسم ريز اهو، لو خدت ري واحد كده مع حته الكورتكس اللي هو فيها يبقى الحته دي كلها نبدا نسميها ايه؟ نبدا نسميها لوبيول. لوبيول، حلو حلو. قال لك بقى ادي عندنا الكورتكس اهو، لو جيت لاحظت من شويه كنت هتلاقي عندنا هنا البيراميدز ماسكه في بعضها، لا البيراميدز كده ماشي ماسكه ايه في بعضها، يعني الحته دي كلها تلاقيها متلونه كده وتلاقي في حتت فاضيه جنبها كده. هل الحتت دي ايه؟ قال لك الحتت دي كلها تعتبر كورتكس، الحتت اللي بتبقى بين البيراميدز وبعضها دي. تعال اوريها لك في الرسمه اهو. بص يا معلم، انت دلوقتي عندنا الحته الفاتحه ديت هي تعتبر ايه؟ هي تعتبر الكورتكس. وادي عندنا الحته الاسترايتد ديت اللي قلت لك بتتقسم لريز، ديت البيراميد ماشي. فانت عندك ما بين البيراميد والبيراميد في حته ثانيه فاتحه، دي تعتبر تبع الكورتكس، تبع الكورتكس، بتبقى عامله شبه كولمز كده عمويده، وادي عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا. حلو، العمود دي بنسميها ايه؟ كولمز اوف بيرتيني. كولمز اوف ايه؟ بيرتيني. يبقى الحته اللي انا كنت عايز اقولها لك ان ما بين كل بيراميد وبيراميد في حته كده تبع الكورتكس، بتبقى تبع الكورتكس اللي فوق اهي، منزله ايه؟ عواميد كده ما بينهم كولمز، بنسميها كولمز اوف بيرتين. ماشي، حلو قوي. يبقى تعالى بقى ايه نعيد تاني، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن النفرون. حلو، النفرون ده قلنا بيتقسم عندنا لحاجتين، حته اسمها كور باسكل وحته تانيه اسمها تيوبيولز. ماشي، تعال نبدا ندرس كده الكورباسكل. الكورباسكل دي بتتكون من ايه؟ قال لك الكورباسكل ده بيتكون من ثلاث حاجات. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه هي ايه؟ تعتبر الباومانز كبسول. ماشي، الباومانز كبسول. ماشي، الحاجه الثانيه اللي هي الجرو ميريولاس، نبدا ناخد كل واحده ونتكلم عنها دلوقتي. وبعدين حاجه اسمها الميزنشيا. حلو، تعالى بقى ابدا كلمني عن الباومنز كبسول. ايه هو الباومنز كبسول؟ مش احنا كنا قايلين ان الكدني دي لما بتيجي تترسم بتجيب كانك جبت بالونه كده ورحت جاي عامل قبضه ايدك ومدخلها فيها. حلو، فالكدني بتبقى متقسمه معانا لكده، جزء اسمه فيزرال لير وجزء بره هنسميه برايتر لير. حلو حلو، ومن جوه هنا قلت لك ده اسمه سبيس. السبيس ده بنسميه ايه؟ سبيس بتاع الباومنز كبسول. طب ايه هو الباومنز كبسول؟ برضه ما قلتليش الحته اللي انا رسمتها دي كلها تعتبر ايه؟ تعتبر باومنز كبسول. ماشي ماشي، تقول يعني دي الكدني كلها؟ اه هي دي تعتبر الكدني كلها، ولكن بقى جواها حاجه اسمها ايه؟ جواها حاجه اسمها كورباسكل اللي انا كنت قايلها لك، اللي هي بتاع النفرون. النفرون كان بيتقسم لكده اهو، لو جينا احنا رسمناه اهو، ده ترتيبه بالظبط، ده النفرون. عندنا حاجه من هنا داخله ارتري اسمه ايه؟ اسمه الافرنج، ويبدا يعمل لي حاجه هنا اسمها طفط كابيلاري. طفط كابيلاري ده يعني شويه كابيلاري كده داخلين في بعض، وبص يعني عاملين شبه عقده كده، كلهم داخلين ايه؟ داخلين في بعض كده عشان يزودوا برده السيرفيس اريا. حلو، وبعدين بيطلع منهم ايه؟ بيطلع منهم هنا افرنت، وبرده الافرنت ده بيبقى ارتري. انت سبحان الله داخل ارتري وطالع ارتري، ودي اول مره ايه تلاحظه. اللي قدامنا بقى الحته ده، الجزء ده، الجزء ده اهو، ده اللي اسمه الباومنز كبسول. طب الحته دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ اسمها الكورباسكل اللي احنا ايه؟ اللي احنا كنا شرحناه. حلو، يبقى اول حاجه فيها اللي هي الايه؟ اللي هي دي، تعال ندرسها اهي. الحته ديت اسمها ايه؟ اسمها الباومنز كبسول. ماشي، الباومنز كبسول زي ما قلت لك في من بره برايتال لير، ومن جوه فيسرال ايه؟ فيسرال لير. حلو قوي، تعالى بقى نرجع لحته في الهيستولوجي كده، قول لي كل واحده فيهم اللايننج بتاعها ايه؟ قال لك من بره اللي هي البرايتر لير ديت بتبقى عباره عن سيمبل سكويماس ابيسيل، يعني بص طبقه واحده كده وخلاص، سيمبل سكويماس ابيسيل. انها بقى من جوه، من هنا قال لك من جوه من هنا بقى في حاجه اسمها ايه؟ بودوسايت. بودوسايت دي بتبقى خلايا كده ليها ايه؟ ليها يعني شبه رجول كده، ليها رجول كده بتبقى عامله كده، ديت الايه؟ البودوسايت. بتبقى مهمه قوي قوي قوي، بتبقى موجوده في الايه؟ في الفيزرال لاير من جوه. انما في هنا سبيس، ده هنسميه باومانز ايه؟ سبيس. باومانز سبيس ده بيبقى في ايه؟ ده بقى اللي بيبقى في الفلتريشن. ما انا قلت لك في هنا جاي افرن عمل طفت كابيلر وطلع. هنا بقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل فلتريشن. يبدا طفت كابيلر ده يبدا يطلع بقى اليورين والبول والحاجات دي كلها، تبدا كلها تيجي في الايه؟ في السبيس ده. فالسبيس ده كله معبي ايه؟ معبي يورين. حلو لحد كده؟ حلو. يعني كده اتكلمنا عن الباومنز كبسول، تعالى نتكلم عن تاني حاجه وهي الجلوميريولس. يعتبر اتكلمنا عنها، ما في افرنت جاي وبعدين يعمل لك طفت كابيلاري، يعني كابيلاري يعني شعيرات رقيقه خالص خالص خالص، وفي ما بينها ايه؟ في ما بينها شويه يعني ثقوب وفتحات كده عشان نبدا نطلع من خلالها ايه؟ نبدا نطلع من خلالها الميه
والاملاح والحاجات دي كلها، وبتطلع من اللمه التانيه كده ايه افرت، يبقى ده الافرنت وده الافرت والاثنين ارتري. انت لاحظ هنا ان ما انت ما عندكش فينز، ان انت ما عندكش ايه فينز. حلو، انت كده كلمتني على الكورباسكل كلها، وبرده في حاجه اسمها الميزانجيم. هتقول لي ايه الميزانجيم دي؟ دي بتبقى خلايا موجوده هنا، خلايا بتبقى موجوده في الطفت كابلاري هنا كده، بتعمل زي سبورت كده، وبرده لو في اي بكتيريا ولا اي حاجه تبدا تعمل لها فاجوسايتوز. يبقى هي لها وظيفتين، وظيفه السبورت والوظيفه الثانيه اللي هي الايه وظيفه مناعيه، بتبقى موجوده في الطفت كابلاري كده. حلو، بتعمل فاجوسايتوزيس. حلو، تعالى بقى نتكلم عن الجلوميرولر فلتريشن بارير. ايه بقى الجلوميرولر فلتريشن بارير ده؟ قال لك احنا عندنا ادي البومنز كبسوله اهو، حلو، وده عندنا يا عم الطفت كابلاري، جميل. في هنا بارير، البارير ده بيتكون من ايه؟ قال لك اول حاجه كده تعالى ادي عندنا هنمسك كابلاري واحده بس، ادي الكابلاري واحده بس دي بيبقى ليها ايه اندوثيليوم كده، والاندوثيليوم ده زي ما انت عارف بيبقى فيه ايه ثقوب واخرام هنا كده. حلو، يبقى ادي عندنا الاندوثيليوم. الاندوثيليوم ده قال لك قاعد على ايه؟ قاعد على حاجه اسمها بيزمنت ممبرين. بيزمنت ممبرين، بيزمنت ممبرين ده مهم جدا 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 جدا. ليه؟ لان هو بيتكون من كولاجين، قال لك مليان كولاجين كده وصلب. حلو، الكولاجين ده يعتبر ايه؟ يعتبر بروتين. حلو، البروتينات بتشيل شحنه ايه؟ شحنه سالبه. يبقى الكولاجين والبيزمنت ممبرين ده شال شحنه ايه؟ شال شحنه سالبه. حلو، ادي عندنا ده لسه قايل لك ان هو كابلري، فاجي في الكابلري ده دلوقتي إيه مثلا امينو اسيد، شويه بروتينات وشويه حاجات من دي. حلو، البروتين ده عايز يعدي، عايز يعدي فين؟ عايز يعدي من اللي هو البيزمنت ممبرين ده ويخش ايه؟ عايز يعدي كده ويخش بقى وينزل مع اليورين والكلام ده كله. هل هيعرف يعدي؟ قال لك لا يا عم، ما بيعرفش يعدي. ليه بقى ما بيعرفش يعدي؟ اول حاجه لان البروتين ده شايل نيجاتيف تشارج، والبيزمنت ممبرين ده شايل نيجاتيف تشارج، فالاثنين مع بعض بيضادوا بعض وبيعكسوا بعض وبيتنافروا، يبقى كده مش هيعرف يعدي. حاجه كمان ان البيزمنت ممبرين اي نعم فيه اخرام وثقوب برضو، بس ثقوب ضيقه قوي 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 لدرجه ان هي ما بتسمحش تعدي حاجه اكبر من 10 نانو متر. اي حاجه اكبر من 10 نانو متر ما بتعديش، والبروتينات طبعا زي ما انت عارف احجامها كبيره قوي، فايه فما بتعديش. حلو، يبقى اول طبقه عندنا الاندوثيليوم، بعد كده البيزمنت ممبرين، والبيزمنت ممبرين وراها حاجه هنا اللي انا كنت قايل لك عليها اللي هي الايه البودوسايت. ادي يا عم الايه البودوسايت، طبقه البودوسايت اللي بتبقى موجوده في الفيسرال ايه في الفيسرال لاير اللي بتبقى موجوده هنا. حلو حلو، دول بيكونوا مع بعضهم كده حاجه اسمها جلوميرولر فلتريشن بارير. ده مهم قوي 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 البارير ده. ليه؟ لان زي ما انت عارف الدم جاي باندفاع قوي 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 هنا، لان الكلى تعتبر هي المصفى. دلوقتي انت جبت مصفى وعايز تصفي شويه طماطم، فبتتك عليهم كده، تضغط على الطماطم والطماطم تبدا تصفي. هل الطماطم كلها تنزل؟ ادي مصفى اهي وادي عندنا شويه طماطم، فانت ضغطت عليهم، ضغطت عليهم كده، هل الطماطم كلها تنزل؟ لا، الطماطم بس بينزل منها شويه ايه، شويه عصير كده، ويبدا يبقى القشره والايه والحاجات اللي هي التخينه خالص دي ما ايه ما بتعديش. هي دي تعتبر البروتينات، البروتينات دي هي القشره والحاجات التخينه اللي ما بتعديش، انما الميه وشويه الاملاح والحاجات دي كلها تبدا ايه تعدي عادي هنا كده، وتنزل في الايه البروكسيمال كونفليوتد تيوبيول، وتبدا تكمل معنا لحد الايه لحد اليورين، ونشوف بقى هنستخدمها تاني ولا لا. حلو حلو، يبقى الحاجه الوحيده اللي الضغط فيها مفيد في جسمك هي ايه؟ هي الكلى. الكلى الحاجه الوحيده اللي بتشتغل بالضغط، شغاله بالضغط، فعشان كده لو الضغط بتاعنا قلت الكلى هتبدا تزعل، وهيبدا يحصل ريفليكس وحاجات كده هبدا اقول لك عليها كمان شويه. هم الافرنت ده يبدا يجيب الدم، يبدا هنا يعمل طفت كابيلاري، يبدا ايه يطلع منه افرنت. حلو، طفت كابيلاري دوت قلت لك بيزود السيرفيس اري، ماشي، ويبدا بقى نخش بعد كده ويبدا يعمل دي ايه بروكسيمال كونفليوتد تيوبيول. قلت لك ليه بتبقى كونفليوتد؟ اول حاجه عشان انت الدم جاي بضغط كبير قوي، فهنبدا نقلل الضغط ده ونبدا نلففه كده وبتاع. هتقول لي ازاي؟ بص انت دلوقتي عندنا مسافه من هنا لهنا، انت رحت جاي ماشي المسافه دي، المسافه دي كده تعتبر ايه؟ هتجريها زي الصاروخ لانها حته صغيره، هتاخدها مثلا في 5 دقائق يا عم. ولا انا رحت جايب لك مسافه بقى عامله كده قلت لك يلا انا عايزك تجري من هنا لهنا، هتقول لي لا ده انا دي هتاخدها مثلا في 15 دقيقه بس. هو ده نفس الكلام اللي انت بتعمله في الايه في الميه اللي نزلت لك هنا في البروكسيمال كومبليت تيوبيول، انت بتحاول تاخرها على قد ما تقدر عشان تقدر تعمل سيلكتيف فلتريشن. يعني ايه؟ تبدا تقول والله ايه ده في صوديوم معدي من قدامي، ايه الجسم محتاج صوديوم، اه يلا هاته. ايه ده في دلوقتي قدامي كالسيوم معدي، محتاجين كالسيوم، ايوه هاته. ايه ده يا عم ده في بي او 4 كتير، انا مش عايزه مش عايز فوسفورس انا ايه دلوقتي، خلاص يا عم يلا ايه ارميه، سيبه زي ما هو في الميه، خليه ينزل في اليورين وايه وهنرميه. فديت سبب ايه الحته اللي هي الكونفليوتد. تعالى بقى نبدا دلوقتي نقسم البروكسيمال كومبليت تيوبيول والديستال كومبليت تيوبيول ونعمل مقارنه ايه حلوه ما بينهم كده. صلي على النبي كده ويلا بينا ايه نبدا. ادي البروكسيمال كومبليت تيوبيول وادي الديستال كومبليت تيوبيول اهو، هو ده المقارنه. بص يا باشا، اول حاجه قال لك دي بتبقى عباره عن 15 ملم، يعني ايه؟ يعني كبيره اهي، دي بتبقى قد ايه؟ 5 ملم بس، يبقى دي بتبقى اطول من دي بكتير، يعني دي بتبقى اي حته صغيره خالص اهو. ماشي، قال لك ده الدايمتر بتاعها يعني القطر بتاعها كبير، يعني ادي يا عم القطر بتاعها كبير اهو. حلو، يبقى القطر بتاعها هنا كبير، القطر بتاع ده قال لك لا القطر صغير. حلو قوي، يبقى ده القطر واسع وده القطر صغير، ولكن اليومن ضيق. هتقول لي ايه اليومن وايه الدايمتر؟ الدايمتر هو الحته دي كلها،
لو جبنا ماسوره كده جبناها من اولها لاخرها، ده الدايمتر اللي هو الدايره، الدايره وده القطر بتاعها. حلو. انما اليوم بقى ايه، ادي عندنا دايره كمان جواها اهي، والحته دي كلها مصمطه، كل ده يعتبر ايه الجدار، كل ده كده الجدار، الحته اللي فاضيه جوه دي ده اليومن، يعني ايه الماسوره الحته اللي فاضيه بقى جوه اللي بيعدي فيها الميه. هنا بتبقى صغيره كده زي ما انت شايف، انما هنا بالرغم من ان الديامتر صغير وحجم الماسوره ذات نفسه صغير، الا ان اليومن اللي جواها، بص بص بص، اليومن اللي جواها واسع خالص ازاي اهو، بمعنى ان الجدار سمكه هنا صغير، فبالتالي اليومن واسع. حلو حلو، ده التفرقه ما بين الاثنين. تعالى بقى نبدا نقول استخدامات كل واحده. قال لك البروكسيمال كونفيليتي تيوب بتبدا تستخدم حاجه اسمها اوبليجاتوري. يعني ايه ايه اوبليجاتوري دي؟ يعني التزاميا. انما هنا فاكولتاتيف. يعني ايه فاكولتاتيف؟ يعني اختياريه. يعني تيستر كومبليت تبيول اختياري، انما هنا اجباري. يعني ايه بقى اجباري ويعني ايه اختياري؟ ركز معايا، احنا دلوقتي لما احنا بنيجي نعمل فلتريشن، بتعمل فلتريشن لكام حاجه؟ لحاجات كتير، منها الميه والاملاح والجلوكوز برضو، السكر والامينو اسيد. يلا خدها كمان ايه معانا في السكه. عندنا ايه كمان؟ عندنا الكالسيوم، وعندنا البي او 4، عندنا ايه برضو ممكن نتكلم عنه، ممكن برضو تتكلم عن اللي هي اليوريا والكريات اللي هو الكرياتينين. ماشي، تعال بقى نبدا نتكلم عنهم في ايه، في اللمتين. ادي اهو اهو، ادي البروكسيمال كومبليت ديول، وادي يا عم التستات. اول حاجه نتكلم عن الميه، احنا قلنا دي بتستخدم اوبليجاتري، يعني الزاميا هتمتص ميه. تمتص ميه مقدارها قد ايه؟ مقدارها 65%، يعني دول كده كده عافيه هيمتصوا هيمتصوا هيمتصوا. وبنكمل عندنا في حاجه اسمها لوبوفينيل بيمتص 15%، يبقى توتال الميه كده قد ايه؟ 80%. انت عندك 80% الزاميين اوبليجاتوري، يعني لازم لازم هنمتصهم من اليوريا. حلو حلو. طب تعالى نستخدم الديستال كومبليت تيوبيول. قال لك الديستال كومبليت تيوبيول على ما بيوصل لها في الاخر بيوصل لها 20% من الميه بس، ودول بيبقوا فاكولتيف. يعني ايه؟ يعني ممكن نرميهم كلهم، ممكن نرمي نصهم، ممكن ما نرميهمش خالص. مين بقى اللي يبدا يتحكم في الكلام ده؟ اللي يتحكم في الكلام ده هو الاي دي اتش. بص، كان دكتور ناجي دايما بيجي يقول لك ايه، الهرمونات دايما شغلها بيبقى في الاخر. يعني جسمك بعد ما بيعمل كل حاجه بيجي في الاخر خالص الهرمونات تعمل ادجستمنت، تبدا تعمل تعديل خفيف كده. يعني انت هنا عملت الميه وعملت اليورين وظبطت اليورين خالص، بنيجي بقى في الاخر خالص في الديستال كومبليت تيوبيول نبدا نظبط اليورين ده، نحط له شويه اضافات او نشيل منه شويه ايه، شويه حاجات بس. يبقى الهرمونات في الغالب ما بتشتغلش غير في الاخر في الديستال كومبليت تيوبيول. حلو. برضو زي السليفري جلاند، قال لك السليفري جلاند برضو كنا انت عشان تطلع السلايفه، السلايفه دي ممكن يبقى فيها املاح كتير او املاح قليله. طب مين برضو اللي كان بيجي في الاخر يظبط ويحط الايه، ويحط شويه الملح؟ الالدوسترون. الالدوسترون ده كان بيجي في الاخر خالص برضو، ماشي، كان بتبقى ليها اسينايد كده وضغط، هو كان بيجي في اخر الضغط خالص، ماشي. الالدوسترون عايز اقول لك يعني هرمونات ما بتشتغلش غير ايه، غير في الاخر. حلو. تعالى نتكلم عن الاملاح، هتقول لي املاح شبه ايه؟ اقول لك مثلا املاح زي الصوديوم وال، وبرده عندنا البوتاسيوم والسي ال والحاجات دي كلها، معظمهم معظمهم بنسبه 80 او 90% كمان بيمتص هنا، بيمتص في البروزمال كونفيتيبيول وفي اللوبوفين. حلو. بيمتص قد ايه؟ بيمتص 90% منه. بيوصل قد ايه في الاخر الديستال؟ بيوصل منهم 10% بس، ودول بقى واقعين تحت تاثير انهي هرمون المره دي؟ واقعين تحت هرمون اللي هو الالدوسترون. الالدوسترون زي ما انت عارف ان هو بيمتص ايه؟ بيمتص الصوديوم، وبيبدا يرمي لك ايه؟ يرمي لك البوتاسيوم ويرمي معاه الهيدروجين. حلو حلو. ده بالنسبه للجلوكوز. الجلوكوز ده قال لك كله بيمتص كله اجباري كده، ما ترميليش ولا جلوكوزه واحده. ليه يا عم؟ لان الجلوكوز ده يعتبر هو مصدر الطاقه بتاعنا. تخيل انت قاعد طول اليوم عمال تفقد الجلوكوز تفقد الجلوكوز، انت كده مفيش اي تي بي، مفيش طاقه، وبالتالي هتموت. فقال لك لا، احنا لازم نمتص الجلوكوز ده كله. ولكن في معلومه صغيره كده، طول ما الجلوكوز بتاعنا اقل من 180 مللي جرام لديسيلتر. تقول لي ايه الرقم ده؟ اشمعنى 180؟ لان دي حاجه اسمها رينال ثريشولد. ايه هو بقى الرينال ثريشولد ده؟ الرينال ثريشولد ده الخط اللي لو بدا يعدي الجلوكوز منه ويزيد عن 180 يبدا الجلوكوز تلاقيه يبان لك في الايه، في البول، ويبدا يحصل لك جلوكوزيوريا، وتلاقي الجلوكوز ده موجود في البول. انما خلاف كده ايه اللي هيحصل؟ خلاف كده مش هتلاقي ولا جلوكوزيه واحده نزل لك في البول، هتلاقي كله اجباري امتص من البروكسيمال كونفليوتد تيوبيول. هو اخو مين؟ هو اخو الامينو اسيد. في شويه امينو اسيد بالغلط بالغلط كده بتروح جايه معديه. قال لك دول برضه مهمين، بتخيل بترمي بول في إيه؟ بترمي بروتين في في البول، يبقى كده غلط، انت لازم ايه تمتصهم كلهم برضه اجباري. طب بالنسبه للكالسيوم والبي او 4، قال لك كل واحد فيهم في حته. البي او 4 ده بيمتص كله برضه في البروكسيمال كومبليت تيوبيول، انما الكالسيوم قال لك برضه بيمتص كله فين؟ في الديستال كومبليت تيوبيول. يبقى ده بيمتص كله وده بيمتص كله، بس هل اللي بيحصل ان هو بيمتص كلهم فعلا؟ قال لك لا، بيبقى برضه على حسب احتياج الجسم. من هنا بقى الهرمون اللي بيتحكم فيهم، البارا رويد ايه هرمون، ده بيبدا يتحكم. هيتحكم ازاي؟ الباشا ده زي ما انت عارف لو حس ان الكالسيوم قل في الجسم يبدا يعمل لك ري ابزوربشن. كان بيشتغل في ثلاث حاجات لو ايه، لو فاكرين، الانتستين، كان بيشتغل على الكدني، وكان بيشتغل على البون. المهم عنده ان الكالسيوم في الدم يبقى مظبوط. حلو.
هو بيطلع امتى؟ لما تلاقي الكالسيوم في الدم قل. اول ما الكالسيوم في الدم يقل تلاقي الباشا ده يروح جاي طالع، يبدا يعمل ايه؟ يروح للكدني يقول لها يا كدني ما ترميليش ولا ايه ولا كالسيوم في الايه في البول، يبدا يمتص لي كله، فيبدا ايه يزود لك الكالسيوم، ومن خلال كده هيبدا يرمي البي او 4. هتقول لي اشمعنى ليه بيرمي البي او 4 ويزود الكالسيوم؟ اقول لك لان في حاجه زمان خدناها اسمها السوليابيليتي برودكت. ايه السوليابيليتي برودكت دي؟ بتقول لك ان حاصل ضرب البي او 4 في الكالسيوم الاثنين مع بعض ثابت طول ما البي اتش ايه ثابته في جسمنا، يبقى طول ما البي اتش ثابته في جسمنا الاثنين دول هيفضلوا هما كمان ايه ثابتين، واللي بيتحكم فيهم هو الباراثيرويد هرمون. نتكلم على حاجه بعد كده اللي هي اليوريا والكريات. طب ودول بيبقوا مصدرهم ايه؟ بيبقى مصدرهم في الغالب البروتينات اللي بناكلها والعضلات. يبقى الكريات بيتوقف على حسب المصل بالك اللي في جسمنا، يبقى واحد تلاقيه كده عضلاته وبتاع والكلام ده هتلاقي عنده الكريات عالي ماشي، بس ده حاجه ريلاتيف. عشان كده الكريات بيبقى في الرجاله اعلى من الستات، في الرجاله ممكن يوصل لواحد واتنين من عشره، واحد وسته من عشره والكلام ده كله، وتقول عليه نورمال وعادي، انما في الستات لا بيبقى اقل من كده ايه شويه، اخرهم مثلا واحد 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 من عشره كده. اليوريا بقى، اليوريا دي مصدرها ايه؟ مصدرها البروتينات والبيورينز والكلام ده كله، بتروح تتكسر في الانتستين وفين؟ وفي الليفر. حلو، تبدا اليوريا دي تبدا تتكون بكميات ايه كبيره. طب ما دلوقتي مين عندنا احسن؟ يعني مين عندنا ممكن نقول عليه فانكشن للكلى؟ هتقول لي الاثنين. ما هو لو الكلى ما بتعرفش تخلص الكرياتينين تبدا تقول لي كده الكلى دي بايظه، الكلى دي وحشه. طب لو الكلى ما بتعرفش تخلص اليوريا برضه تبدا تقول لي الكلى دي وحشه والكلى دي بايظه. حلو، انهي فيهم بقى ادق واحسن؟ هتقول لي طبعا الكرياتينين، مهم ومهم ومهم، ده اهم واحد فيهم. ليه؟ لان كنا زمان كده ايام الرينال كان في جمله كده بيحبوا يقولوها عليه، يقول لك نايزر ري ابزوربد نور اكسكريت. يعني ايه؟ يعني هو المادة الوحيدة اللي في الجسم كله أول ما بتخش في النفرون بتطلع منه زي ما هي في البول، يعني ولا بيحصل لها اكسكريشن ولا بيحصل لها ري ابزوربشن ولا بيحصل لها أي حاجة، زي ما بتخش الجسم زي ما بتطلع منه. فالمادة دي حلوة أوي 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 ماشي، هي دي أكتر حاجة تقدر تقول لك وظيفة الكلى أخبارها إيه، بايظة ولا مش بايظة، الكلى بتعرف تعمل لها كليرنس كويس ولا لأ، وأقول لك يعني مصطلح كليرنس ده كمان شوية. انما اليوريا زي ما قلت لك ان هي في حاجات كتير تاثر عليها، يعني لو واحد مثلا واكل له 2 3 كيلو لحمه في الزمن اللي احنا فيه اللي اللحمه ب 500 جنيه ده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي دلوقتي ان الدنيا عنده اليوريا هتلاقيها عاليه شويه. حلو، تعالى بقى اقول لك مصطلحين تانيين انا كنت قايلهم لك. في حاجه اسمها جي اف ار. ايه الجي اف ار ده؟ ده اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت. يعني ايه؟ وفي برضه مصطلح تاني اسمه الكليرنس. بص بقى، ادي عندنا النفرون اهوت، حلو، وادي البروكسيمال كونفوليت تيبيول، وادي الفينل اهو بيبقى تخين كده في اخر حته، وده يكون عندنا الديستال كومبليت تيبيول وبعدين الكوليكتنج داكت. ماشي، ركز بقى معايا. اول حاجه عمليه الفلتريشن بتدور ازاي؟ بتدور ان الدم جاي من الافرنت بالضغط العالي طبعا، يبدا يخش هنا من الطفت كابيلاري، يبدا يعدي شويه حاجات، مش كل الحاجات هتعدي، البروتينات قلت لك مش هتعدي والكلام ده كله، ففي شويه حاجات هتعدي منها الاملاح والمي، يبدا ايه يخش لك هنا في الباومانز سبيس، تبقى مليان يورين، يبدا يخش كده. حلو، تبدا البروكسيمال كومبليت تيبيول تبدا تقول لك ايه ده؟ انا عاوزه صوديوم، اوبليجاتوري طبعا، قلت لك مش ايه ده، لا ده اساسي هتاخد الصوديوم. تبدا تسحب بقى ايه؟ صوديوم، تسحب الجلوكوز، تسحب الامينو اسيد والحاجات دي كلها. نبدا نخش هنا، تبدا برضه يبدا يسحب صوديوم، يبدا يسحب ميه والحاجات دي كلها. حلو، ولكن انا كنت قايل لك ان النفرون عندنا منه حاجتين، عندنا نفرون شورت ونفرون لونج. النفرون الشورت القصير ما بيبقاش فيه لوب فينل، انما النفرون اللونج الطويل هو ده اللي احنا بنرسمه، هو ده اللي انا رسمه لك، ده اسمه لونج نفرون طويل. ليه؟ لان فيه لوب فينل. اللوب فينل دي بتبقى متغطيه بحاجه هنا كده اسمها ايه؟ اسمها فازا ريكتا. ايه الفازا ريكتا دي؟ عباره عن كابيلاري بت، يعني ايه؟ يعني شويه فينيولز، فينيولز كده وشويه ارتريهات ماشيه في الحته دي، بيبداوا ايه؟ الفينيولز دي تبدا ترمي صوديوم وميه، واللوب فينل يبدا يرمي صوديوم وميه ويمتص صوديوم وميه، وده يرجع يمتص صوديوم وميه، ماشيه ايه؟ ماشيه حاجه اسمها كارنت ايه؟ كارنت ميكانيزم كده، كاونتر كارنت ميكانيزم، يعني ده بيرمي وده بياخد، ده بيرمي وده بياخد، والاثنين يقدروا يرموا ميه، والاثنين يقدروا يرموا برضو املاح، فده يرمي ميه واملاح وده يرمي ميه واملاح، ده يرجع يمتص ميه من الاملاح وده يرجع يمتص ميه من الاملاح، فهي ايه؟ في ميكانيزم هنا كده اسمه كاونتر كارنت ايه؟ ميكانيزم بيحصل في الحته اللي احنا شايفينها دي بتاعت اللوبو فين. بعدين نمتص اللي احنا نمتصه، قلت لك بيبقى 10% من الاملاح و20% من الميه، يبداوا يجوا هنا بالادجستمنت بقى بالهرمونات. الهرمونات طبعا بتتحكم في الديستال كونفليكت تيبيول وزيها برضو الايه؟ الكوليكتنج داكت. يبدا الهرمونات تشتغل في الحتتين دول سواء بقى اي دي اتش، باراثيرويد هرمون، اندوسترون، اي حاجه من الحاجات دي تبدا تشتغل هنا وتبدا تعمل لك يا اما عزله امتصاص يا اما ترمي لك الحاجات دي كلها. حلو حلو، وممكن ناخد خط بالعرض كده وابدا اقول لك ان الخط اللي فوق دي الحته دي كلها هنسميها كورتكس، والحته ايه؟ الحته اللي فوق دي كلها، والحته اللي تحت دي كلها نبدا نقول عليها ايه؟ ميدل. برضه انت ما قلتليش ايه هي الجلوميرولر فلتريشن ريت؟ هو ده معدل وسرعه الفلتره اللي انت بتعملها، يعني لو الضغط عندنا هنا عالي هتلاقي الفلتره هنا جامده وسريعه وتك تك 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 بسرعه، لو اللي عندنا الضغط دلوقتي قل، وفي طبعا عوامل كتير بتتحكم، لو الضغط مثلا زاد، الميه زادت، حصل في لود اوفرلود والكلام ده كله، هتلاقي عندنا الفلتره هنا ايه؟
عاليه وسريعه. لو واحد حصل له شوك او هايبوفوليميا هتلاقي برضه نفس الكلام، الفلتره بدات ايه، بدات تقل. طب ايه هو الكليرنس وحسبناه ازاي؟ قال لك الكليرنس دي عشان نحسبه اللي هو يعني النفرون ده بينظف ازاي وبينظف قد ايه وبينظف يعني بطريقه ازاي. يعني قال لك ده بنحسبه ازاي؟ بنحسبه ماده اسمها الكرياتينين. بنبدا اشمعنى الماده دي؟ لان احنا عايزين ماده زي ما بتخش من هنا تبدا تمشي 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 كده، تطلع لنا من هنا لحد الحمام وتنزل في اليورين، الماده دي تركيزها هنا، هو تركيزها هنا. يعني من الاخر الجسم ما لعبش فيها خالص. يعني انا رحت جاي مثلا ماكلك 2 جرام كرياتينين مثلا مثلا، يعني هم اللي هتلاقيهم نازلين في البول بالظبط. فالماده دي حلوه قوي، ليه؟ ما بيحصلهاش هنا اكسكريشن ولا ابزوربشن ولا اي حاجه، زي ما بتخش زي ما بتطلع. فالماده دي كويسه والجسم ما بيغيرهاش قوي، يعني بنسبه 99% مش هتلاقي فيها اي اخطاء. هي ايه؟ ماده الكرياتينين دي، وعشان كده هي مور سنسيتيف لايه؟ للكلى، وبنحبها ايه؟ في الكليرنس والجي اف ار والكلام ده كله. يلا بينا بقى ايه، ننهي الحصه ديت كده على السريع باخر حاجه معانا، واللي هي الايه، نبدا نتكلم عن اللوبوفينيل برضو، يعني يعتبر اتكلمنا عنه، بس هنبدا ايه اديك يعني الصوره برضو تاني كده. زي ما انا قلت لك بيبقى في منه اللي هو الديسندنج نازل، ويبقى في حته طالعه كده اهو، رسمته كده 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 كده، وبيبدا في الحته الاخيره دي بيبقى سك كده وتخين. ليه؟ لان الحته الاخيره دي بيبقى في عندنا هنا كو ترانسبورتر. الكو ترانسبورتر ده بيبدا يسحب لي ثلاث حاجات، الصوديوم والبوتاسيوم والسي ال كمان، ماشي، يبدا يسحبه، وديت الاملاح. ويبقى في هنا حاجه اسمها الفازا ريكتا اللي انا قايل لك عليها، شويه كابيلاري وفينيولز بتبقى قاعده هنا، بيبدا مثلا داير من الاملاح، ده يبدا يمتص ميه، داير من الاملاح وده يمتص ميه، حاجه ما بينهم اسمها الكاونتر كارنت ميكانيزم، ماشي. ودي حاجه يعني كبيره قوي 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 قوي. ليه بقى فيه اللي هو الكابيلاري بيد اللي انا قلت لك عليها دي والفازا ريكتا والكلام ده كله؟ لان زي ما انت شايف انا كنت راسم لك النفرون كده كده كده، وايه، وشويه بروكسيمال كومبليت تيوبيول، وفي اللوبي فينل، وبعدين الديستال، وادي ايه الكوليكتيك. وكنت راسم لك خط هنا كده، قلت لك الحته اللي فوق دي كلها كورتكس، والحته اللي تحت دي تعتبر مظله. قال لك المظله دي لازم الاملاح فيها تبقى عاليه قوي قوي قوي، تبقى مور سولتي، تبقى مملحه. الانترستيشيوم الحته دي كده لازم تبقى مليانه ملح عشان نحافظ على الكونسنتريشن بتاع اليورين، ماشي ماشي. طب مين هيحافظ لي؟ انت دلوقتي قلت لي ان انت في اللوبوفينل ده بتمتص ميه بتمتص ميه بتمتص ميه، وبترمي يا دوبك شويه املاح صغيرين خالص اللي هو بالكو ترانسبورتر ده اللي انا قايل لك عليه ده، يبقى الموضوع كده مش هيظبط معانا. احنا عايزين الانترستيشيوم ده مليان املاح، هنعمل ايه؟ فربنا راح جاي عامل لك هنا حاجه اسمها فازاريكتا كمان تساعد، ترمي هي كمان املاح وتمتص ميه، او ترمي ميه وتمتص املاح، على حسب بقى الجسم ساعتها كان محتاج ايه، ماشي ماشي. تعالى بقى نتكلم عن الكوليكتنج داكت. ايه بقى الكوليكتنج داكت؟ زي ما انا كنت قايل لك بتبقى طويله كده، اول حته فيها بتبقى في الكورتكس، بعدين بتبقى في المظله، وهي اللي بتفتح في الاخر في الرينال بابيلي، وبترمي البول كله في المينور كاليسيس، وثم البول بقى يبدا يمشي. طب اللي هي الكوليكتنج داكت، وبالاضافه برضو للديستر كومبليت تيوبيل، بيبقوا مبطلين بنوعين من الخلايا، اكيد هنفتكرهم ان شاء الله، من الرينال. اول نوع من الخلايا اللي هو البرنسبال، ثاني نوع من الخلايا اللي هو الانتر كاليتد. حلو، البرنسبال دي الاساسيه. يعني ايه الاساسيه؟ يبقى هي مسؤوله عن الوظيفه الاساسيه بتاع الكلى. الكلى الوظيفه الاساسيه بتاعتها ايه؟ هي الميه والاملاح والكلام ده كله، والري ابزوربشن، ونرمي ميه ونعمل بول. يبقى دي هي المسؤوله عن الميه والاملاح والحاجات دي كلها، وان هي تكوندكت اليورين. يعني ايه تكوندكت اليورين؟ تخليها ماشيه اليورين كده، يمشي يعني لحد ما بينزل ايه في الطريق بتاعه لحد اليوريتر والكلام ده كله. انما الانتركاليتد دي بتعمل ايه؟ الانتركاليتد دي مهمه قوي قوي قوي، هي دي اللي بتلعب بقى في الاسيد بيس بالانس. تبدا بقى ترمي هيدروجين، تاخد هيدروجين تحط باي كارب والحاجات دي كلها. يبقى مين اللي بيلعب في الاسيد بيس بالانس؟ هي الانتركاليتد سيلز. حلو، اخر حاجه والله هنتكلم عليها هي الجاكستا جلوميرولار ابريتس. ايه الجاكستا جلوميرولار ابريتس ده؟ قال لك ده الجهاز. طب يعني ايه الجهاز برضو؟ مانيش فاهم. قال لك الكلى لو جينا قطعناها بقى ايه، ادي الكلى معنيات، احنا دايما بنقطعها بالعرض، يعني بنقطعها كده، احنا بقى عايزين نقطعها لا كده بقى، نقطعها بالطول كام مره، ماشي. ونبدا ايه، ونبدا نبص عليها، هنبدا نبص كده كانك باصص من فوق. يبقى انت كده هتبص من فوق على الكلى، فهتلاقي ايه؟ هتلاقي عندنا ادي الافرنت وادي الافرنت، وفي حاجه في النص كده اللي هي الديستال كومبليوتي تيبيول، اهي ديستال كومبليوتي تيبيول متبطنه كده، ماشي حلو. وعندنا شويه سيلز هنا اللي هي الميزانجيوم اللي احنا قلنا عليه، حلو قوي. تعالى صحيح موريك الميزانجيوم عشان ما تتفرجش اهوت. ديت الرينال ايه كورباس العيز زي ما احنا قلناها، ركز بقى معايا. بص ادي عندنا الافرنت داخل هنا اهو، الافرنت ده يبدا يتوزع لطرف كابيلاري اهو، شويه الكابيلاري اللي انا قايل لك عليهم، والكابيلاري دي بيبقى في خلايا ما بينهم اسمها الميزانجيوم، هي اللي معموله باللون البنفسجي دي. الميزانجيال سيلز، الميزانجيوم دي وظيفتها ايه؟ مهمه جدا 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 في حاجتين، السبورت، والحاجه الثانيه ان هي تبدا تعمل فاجوسايتوزز لو في اي خلايا ايه يعني مناعه وبتاع والكلام ده كله. حلو،
ادي عندنا الجلوميرولاي. الجلوميرولاي دي قلت لك بيبدا يطلع منها هنا ايه اللي هو البطانه بتاعتها اللي هي الاندوثيليوم. ماشي، ادي الاندوثيليوم. الاندوثيليوم ده قاعد على ايه؟ على البيزمنت ممبرين اللي احنا قعدنا نشرح فيه، قلت لك مهم وما بيعديش اي حاجه اكبر من 10 نانومتر والكلام ده كله. الحاجه بقى اللي قاعد على البيزمنت ممبرين من اللمه الثانيه اللي هي تعتبر الفيسرال لاير بتاعت الايه؟ الباومانز كبسول اللي بالازرق فابيض ده كله، اللي هو اللبني فابيض ده كله، يعتبر ايه؟ الباومانز كبسول. حلو، ايه هي بقى الخلايا اللي قاعده ديت وليها رجول؟ اسمها البودوسايت. البودوسايت، واهم حاجه تعرف ان هي ليها رجول عشان الرجول دي لو باظت هتبدا تدينا امراض في المستقبل. حلو حلو، احفظ لي بقى دي، مهمه قوي قوي قوي. برضو عايز اقول لك ان هنا ايه، ادي الديستال كومبليت تيبولاين اللي انا كنت لسه هرسمها لك، ماشي، وبيبقى جاي لازقه كده في الميزانجيوم اهيت، وفي خلايا هنا اسمها ايه، جرانولار سيلز، ماشي، تبدا ايه تعرف الحته دي، وادي الافرنت اهو خارج من هنا. تعالى بقى نكمل. انا دلوقتي كنت بشرح لك ايه تركيب الجاك ستاك كولومينولار اباريتوس، قلت لك ادي الافرنت وادي الافرنت وبتاع، وادي من هنا الديستال كومبليت تيبولا زي ما قلت لك، وادي الميزانجيوم سيلز زي ما انت ايه، زي ما انت ما شفتها. حلو، قال لك في حته معينه كده بتبقى موجوده بتلاقي البطانه بتاعت الافرنت اتغيرت، ما بقتش اندوثيليوم، بقت بطن بحاجه تانية خالص هنا اهو، اسمها جاك ستاك كولومينولار سيلز. جاك ستاك كولومينولار سيلز هنا. حلو، ونفس الكلام برضو ايه، ممكن يبقى في الافرنت هنا برضو ايه شويه. المهم عندنا هنا في جاك ستاك كولومينولار سيلز، وبرده الحته بتاعت ديستال كومبليت تيبيول بتيجي في حته معينه كده ملامسه للجاكس جلوميرولار سيلز تبدا تتغير البطانه بتاعتها، ماشي، البطانه بتاعتها تبقى بطانه ثانيه خالص لونها اسود كده بلاك جيت، ماشي، لونها اسود، فبنسميها ايه، ماكيولا دينسا. هنا ماكيولا دينسا الحته دي، يبقى انت عندك الايه الحتتين دول، وعندنا ادي الميزانجيوم برده ما بينهم اهو. يبقى احنا عندنا يجي يقول لك الجاكس جلوميرولار اباريتوس بيتكون من كام حاجه، تبدا تقول له ثلاث حاجات. اول حاجه الجاكس جلوميرولار سيلز دي بتبقى موجوده في الافرنت، وبرضه منها شويه في الافرنت، بس في الافرنت اكتر بكتير. تاني حاجه الميزانجيوم سيلز اللي موجود ما بينهم، والحاجه اللي بعد كده اللي هي الماكيولا دينسا اللي موجوده في الديستال كومبليتد ايه تيبيول. تعال نتكلم عن وظيفه كل واحده. اول حاجه الجاكستا جلوميرولار سيلز، السيلز دي اللي بتعمل ايه؟ قال لك السيلز دي بتبقى يعني بتسكريت بروتينات وبتاع، والهيستولوجي قال لك كده، يعني ايه بقى البروتينات اللي بتسكريتها؟ هرمون اسمه الرينين. حلو، الحاجه الثانيه عندنا ايه اللي هي الماكيولا دينسا. الماكيولا دينسا دي بتعمل ايه؟ قال لك دي بيبقى فيها كيمو ريسبتور. الكيمو ريسبتور دي بتعمل ايه؟ بتبدا تحس بالاوزمولاريتي وتحس بالصوديوم كونسنتريشن، وبتبدا تبعت لي اخبار عن الصوديوم كونسنتريشن لمين؟ للجاك ستاكولوميرولار سيلز. يعني من الاخر هي مخبر واقف كده عمال يشوف صوديوم عالي الصوديوم قل ولا لا، ويبدا يبعت رسائل للجاك ستاكولوميرولار سيلز. يعني الجاك ستاكولوميرولار سيلز لو لاحظت ان الصوديوم تركيزه بدا يقل او كميه الميه في الجسم بتقل، تبدا تستغيث تقول يا لهوي ده ما فيش ميه جايه للكلى، طب هعمل ايه؟ ابدا افرز واطلع الرنين. ده رساله انقاذ، رساله انقاذ، وهوريك دلوقتي رساله الانقاذ ده هنعمل بها ايه. حلو، كل حاجه اللي بعد كده اللي هو الميزانجيوم قلت لك ده وظيفته حاجتين، السبورت والحاجه الثانيه فاجوسايتوزيس لاي ايه بكتيريا والحاجات دي كلها. حلو لحد كده، حلو لحد كده. الرز ده بقى اللي هو الرنين ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو رساله انقاذ، هيروح يفعل لي حاجه اسمها الايه، الراس سيستم. ايه الراس سيستم ده بقى؟ تعالى اشرحه لك بالتفصيل. بسم الله، ادي عندنا الراس. الراس ده اختصار لايه؟ للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. اول حاجه دلوقتي انا قلت لك ان احنا وصلنا ان البني ادم ده عنده الايه، الجهاز الاخباري بتاعه اللي هو الجاكس جلوميرولار سيلز، وخاصه الماكيولا دينسا. الماكيولا دينسا دي اهم حته عشان هي دي المخبر اللي قاعد يراقب يقول اه ده زاد قل وبتاع. تبدا تبعت رسائل للجاكس جلوميرولار سيلز. الجاكس جلوميرولار سيلز تبدا تفرز الرينين، والرينين ده رساله انقاذ الكلى بتبعتها لما تكون خلاص الكلى بتموت ومش واصل لها دم كفايه وبتاع. يبقى الرنين ده زي رساله انقاذ كده، الحقوني الحقوني، ماشي. ايه اللي هيبدا يحصل بقى؟ الرنين ده بيروح جاي رايح على ماده اسمها انجيوتنسينوجين. الماده انجيوتنسينوجين دي طالعه من الليفر، يعني الليفر هو اللي بيبدا يعمل البروتينات بتاع الجسم كلها، ويبدا يطلع لك الماده اللي هي اسمها ايه، الانجيوتنسينوجين. حلو، الانجيوتنسينوجين يبدا يشتغل عليها الرنين يحولها الانجيوتنسين 1. بيبدا عندنا في اللنج، خاصه اللنج هو بيطلع من كذا حته، بس خاصه اللنج بنسبه 90% بيطلع من اللنج، انزيم اسمه الايس، ماشي. انزيم الاس دوت يبدا يروح جاي رايح على الانجيوتنسين 1 يحوله لانجيوتنسين 2، ومن هنا بقى يبدا يشتغل الانجيوتنسين 2 على الريسبتورات بتاعته، ماشي. دي ريسبتورين، ريسبتور 1 وريسبتور 2، ريسبتور اسمه انجيوتنسين 2، ريسبتور 1 وريسبتور 2. حلو، ريسبتور 1 ده الوحش، ده المعفن، ده اللي بيبدا يعمل لي حاجات كتير قوي، يعمل لي سمباثيتك اكتيفيتي، يبدا يعمل لك بازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه، ويبدا ايه يجيب لك الاي دي اتش عشان الاي دي اتش يحفظ ميه اكتر في الجسم، فالجسم يعبي ميه ويتنفخ ميه كده عشان الكلى يبدا يجي لها ميه اكتر، عشان الكلى مش جاي لها ضغط ولا جاي لها ميه، فنبدا نعلي الضغط ونعلي الميه. بازو كونستريكشن ده يعلي لك الضغط. بعد كده نروح ايه للغده فوق الكلويه نقول لها طلع لنا الالدوسترون، فالالدوسترون يبدا يحبس لك صوديوم اكتر، فالصوديوم يحبس معاه ميه، فبالتالي يبقى احنا كده زودنا الفوليوم الفلويد في الجسم وعلينا الضغط.
فبالتالي كميه الدم اللي رايحه للكلى تزيد، واحنا كده انقذنا الايه، انقذنا الكلى. ماشي ماشي. انما الريسبتور الثاني ده كان ريسبتور طيب بيعمل فازودايليتيشن بقى والحاجات دي كلها، ولكن كميته قليله جدا 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 بالمقارنه طبعا مع الانجيوتنسين ايه ريسبتور واحد. ماشي ماشي. احنا كده الحمد لله خلصنا مقدمه سهله وبسيطه اهيت. عايزين بس اهم حاجه نعرف ان من المقدمه ديت ايه، ان الكلى اهم حاجه تعرف الاستراكشر. سيبك من الكلام اللي انا قلته ده كله، بس اهم حاجه تعرف الاستراكشر عشان هاجي هتكلم بعد كده عن النفروتك سندروم والنفريتك سندروم، وابدا اقول لك البودوسايت باظت وفي البيزمنت تمبرين باظ، وعندنا حاجه اسمها اللي هو الجروس فاكتور راح زود البيزمنت تمبرين والجروس فاكتور راح ينعور وراح ينزود، فانت تبقى عارف الاماكن والحته دي كلها. واهم حاجه في الحصه دي كلها هو الجلوميرولر فلتريشن ايه بارير، اهم حاجه البارير تحفظه كويس وتعرف التركيب بتاعه وكل واحد من البارير ده وظيفته ايه. ماشي كده الحمد لله احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.